من 2003 إلى 2021، يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى حضراتكم من خلال آرائكم ومشاركتكم عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل لجنة من 7 جهات لرصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي. رأى كثيرون أن هذه خطوة جديدة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات في العراق، موضوع مكرر عن إقرار أو محاولة إقرار البرلمان لقانون الجرائم المعلوماتية الذي نوقش في البرلمان وأثار لغطا كبيرا ودفع كثير من المنظمات إلى انتقاده ورفضه لما قد يقيد الحريات وما قد يسببه من عملية تكميم للأفواه. الآن تخرج الحكومة بخطوة جديدة، محاولة محاربة العراقيين، كل من يعبر عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن من عبر عن رأيه على الأرض قوبل بقمع حكومي ميليشياوي وحشي. وبالتالي الآن الخطوة تتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المنصات التي يعبر من خلالها العراقيون عن آرائهم بعيدا عن الأرض والدم الحاصل فيها في العراق تحديدا، وبالتالي هي طريقة أخرى وجديدة لتكميم الأفواه في العراق. وثيقة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أنه بعد رصد حالات تجاوز كما يقول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والتي تشكل خطرا على منظومة الأخلاق العامة في العراق، ويقول أيضا يتمثل هذا الموضوع بعرض ما يخدش الحياء العام وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هدامة تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي، وكذلك المحرض على الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية. تقرر تشكيل لجنة لرصد تلك المخالفات. هذه اللجنة تضم جهاز الأمن الوطني وخلية الإعلام الأمني وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين، وستتولى هذه اللجنة رصد المخالفات والتوصية إلى المحاكم للتحقيق لاتخاذ أو محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها. هذه وسيلة جديدة كما يقول عراقيون لتكميم الأفواه، لكن أيضا ليس فقط المواطنين الذين تحدثوا وانتقدوا هذه الخطوة، بل أيضا نواب داخل البرلمان. النائب السابق جوزيف صليوة قال إن قرار السلطة القضائية تشكيل لجنة لرصد المخالفات في مواقع التواصل يمثل ترسيخا للعقلية الاستبدادية الدكتاتورية في البلاد. يضيف أيضا أنه تم تجهيز القرار بمفردات لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة من التضييق على المواطن وحريته، مبينا أن موضوع التسقيط والإساءة هو ملف مطروح والكثير يعانون منه، لكن لا ينبغي أن تستغل هذه الحالة لأجل التوجه نحو تقييد الحريات على المواطنين. نحن نقول ونتساءل، هل طهرت المحاكم في العراق والقضاء في العراق والحكومات المتعاقبة الأرض الواقع من الفساد، من التجاوزات، من المخالفات لتتجه الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل حافظت هذه الحكومات على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية الموجودة في العراق قبل أن تحارب أو تتوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل طهرت العراق من الأفكار الهدامة
السياسات الغير ملائمة للواقع العراقي، للعادات والتقاليد العراقية، لتتجه الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل حررت العراقيين من بطش الميليشيات ومن فسادهم ومن الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وبيوت الدعارة والكازينوهات ونوادي القمار الموجودة الآن في بغداد وفي محافظات عراقية أخرى كثيرة، لتتجه الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ أليس من الأولى أن تبدأ بالأقربون كما يسمى أو كما يقال، الأحزاب والجهات الدينية أو السياسية الموجودة داخل العملية السياسية التي نشرت الفسق والفجور داخل العراق، لتتجه بعدها إلى من يحرض أو يروج لهذه الأفكار في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها؟ معنا اتصال السيد محمود من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ حياك الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمود، حياك الله. أستاذ، هذه الأحزاب الموجودة عندك يا بالعراق فرتك الشعب فر. نعم. هذول خربوا العراق، راح انتهى العراق. هذول فساد ينجشة احزاب بطل ظلم ما ظل وراها ورح، يرحلون مثل باكستان احسن من ما صار بيهم انجش من ذوله. نعم. هذول ما عاد يبطلون، كل محافظة بيها حكومة. نعم. كل محافظة انا احكي لك بيها حكومة. احنا طلبنا وقلت هاني من قبل شهر هذول الاحزاب ما ينحطون بالانتخابات. نعم. هذول ما يجي ركوفر التقلط على الانتخابات تاريخ مو على اسمه. ومش ولا انت مفسد لا تتقلط علينا اقول له. نعم. ما يجيدون هذول. ولا هم خوش واتم. سيد محمود، اليوم يريدون يصدرون قرار وقانون جديد لرصد المخالفات، مثل ما سموها رصد المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، التجاوزات، كل من ينشر أفكار هدامة أو أفكار مخلة بالآداب يتم رصده ومتابعته وتطبيق عقوبات عليه. احنا نسأل اليوم، هل استطاعت هذه الحكومات من 2003 لغاية اليوم أن تحقق هذه المبادئ على الأرض؟ هل منعت الأفكار الهدامة والمروجين للأفكار البعيدة عن الأخلاق وعن العادات والتقاليد العراقية في العراق داخل العراق حتى يتوجهون بعد ذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش ما يبلشون بكل الجهات اللي تفسد الشباب، اللي تنشر الفساد، اللي تنشر الأفكار المخلة بالآداب، بعد ذلك يتوجهون إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما يقولون نفسهم، ما يقولون نفسهم ذلك فاسدين، ما يقولون نفسهم هذول فوق 300,000 سجين حد نسوان عراقيات نسوان شمسويات جايبين الإيرانيات من إيران، جايبين الإيرانيات من إيران بعيد. بس كل واحدة قالت له صبحة وركن. شوف سيد محمود، سيد محمود. نعم. أنت على الهواء مباشرة، رجاء هاي يعني اطرح الموضوع بشكل بدون تفاصيل، تفضل. ما تجاوز ثاني. مو تجاوز، تفضل. نعم، احنا نريد شعبنا فاز ونريد بالانتخابات، المفاسد ما يبقون. ما تقلطوا على الصناديق الاختراع، ترى نعم. بس المصلحة حتى وطننا احنا ما عاد ننتخب. نعم. حتى احنا بطلنا نور الملكي ما عاد يفارج لا هو ولا حلبوسي. 24 ساعة بالموصل، جابتهم طيارة ودتهم طيارة. يضربون طنيان الشيوخ، ياكلون طنيان ايش؟ ولكم فسادكم دمرت العراق، دمرت الشباب، دمرتونا، ذبحتونا، تجون تدورون قوانين، انتم لا تعرفون القوانين، ولوا على القوانين، انتم حكومة دبش، همج همج همج. شكرا سيد محمود من الموصل، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم استاذنا العزيز وعلى فضائلتك الكريمه. وعليكم السلام. اللي يتاحنا هذا البرنامج الشيق الحلو والمساله الحلوه. الله يسلمك. نحن العفو استاذنا العزيز، احنا كعراقيين نعم عندنا منظومه سياسيه هي نصت كلها على غلط.
اولا اريد نحكي بالحقيقه، اولا نقص خدمات، نقص صحه، نقص تعليم، نقص هاي من 2003 لحد الان يعني ما شفنا تطلع يعني من العمليه السياسيه العراقيه لحد من 2003 الى 21. هسه احنا كمنطقه وسط، اولا هسه كهرباء ماكو، تعليم ماكو، صحه ماكو، نقص خدمات 1000000%. احنا هسه نجي للسيد فايق زيدان، يعني من اطلوا ذني يعني هي حمايه مثلا نقول للكتل، ليش يعني هسه هذا العراق يعني مثل مبيوع يعني شو سيدة ابو فاطمه. اللجنه اللي اعلن عنها مجلس القضاء الاعلى لتشكيلها بخصوص موضوع متابعه المخالفات في مواقع التواصل، يقول فائق زيدان بالموضوع، يقول انه احنا دريد نرصد حالات التجاوز اللي تاثر على او تشكل خطر على المنظومه الاخلاقيه بالعراق. هل ابقت او حافظت هذه الحكومات من 2003 لغايه اليوم على المنظومه الاخلاقيه داخل العراق؟ هل بنت وأسست لنظام وحافظت على عادات وتقاليد العراقيين والأخلاقيات الموجودة والمتعارف عليها من أجيال؟ أستاذنا العزيز، إحنا بالنسبة لنا كشعب عراقي من زاخو إلى الفاو إحنا ما نتفرق، هسه مثل المحافظات الغربية، المحافظات الوسطى، المحافظات الجنوبية، احنا هم هسه شو لنا ان هسه انا اسال يعني الحكومة وفايق زيدان يعني المحترم الرجل والله انا يعني احترمه، لكن هاي ياثر هاي ليش هم خلوا الشعب يعني يتنفرز بربك؟ انا عندي هسه بالجهاز موبايل واردة انشر يعني انا حقي كمواطن عراقي، انا مواطن عراقي يعني شنو شفت لي من الدولة؟ شنو اللي قدمته إلي؟ يعني شنو يسدون حلقي يعني أرجع فيه؟ أولا هسه تعال شوف هسه هاي العراق كله يعني من 2003 بس تعيين أحزاب، يعني ليش تعيين أحزاب؟ يعني احنا مو كمواطنين عراقيين لنا حق بهذا البلد، يعني أنا هم أعتبرها مناشدة وأعتبرها أخوية من الفايق زيدان، يعني أني ينهو بهال يعني بهالشعب، هذا شعب من حقه يا اخي. هسه المفروض فايق زيدان يحاسب السراق الفاسدين، يطلع القتله، يطلع هذا، يعني شعب احنا ما ادري وين تايين، يعني هو المفروض السلطه الكل بالكل، هو من يعطي قرار هو اللي ينزله. هسه عندنا يعني فوق وزاره التجاره، الصناعه، وزاراتنا كلها يعني ما ادري صايره كفش بداء، يعني المفروض يتابع ذني، مو يتابع مثلا هاي ما يخالف اخلاق. احنا الدوله العراقيه، احنا اهل الرافدين، احنا بلد سومر، احنا من اسسنا القراءه والكتابه، ليش يعني تاريخنا يوصل لهالحد هذا؟ انا اوجه من فضائيتكم الكريمه للاب الروحي، انا ارد اقولها هسه ما يعني بعيد استاذنا العزيز، المفروض هسه هو يعني على التواصل الاجتماعي كان من حقه، كان شو وقت نعرف احنا؟ شو وقت يطلع له سارق واحد بايك مليارات راحت ما نعرفه وين؟ الا راحت ما نعرف، يعني ليش احنا مهم ناس فقراء يا معودين تنهورون بينا؟ ليش يعني وصل البلد حتى الدول العربيه والدول العالميه كلها تصيح السراق؟ ليش السارق هو ياهم؟ من هو السارق؟ انا سرقيت، انت سرقت بالفضائيه، ليش يعني هالتنفيذ؟ والله فشنا علينا احنا كبلد عراقي، وانا اعتذر من عدك واعتذر من السيد فايق زيدان ان يعني يغير اذا ماكو تواصل اجتماعي ماكو، يعني احنا اخلاق عفو اخلاق عده، بس الانسان ترى ما يتحمل الساس. طيب. ما يتحمل، هو بوره، صحة ماكو، شغلات ماكو، عمليات بفلوس، اطباء، شغله، يعني وقت يسوون لنا حتى للغذايه، وين للغذايه؟ اشكرك شكرا جزيلا، وصلت الفكره. الموضوع يعني يراه كثيرون انه محاوله تكميم افواه جديده وتقييد للحريات الموجوده في العراق، خاصه وانه اصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي النافذه للعراقيين ليعبروا عن ارائهم، وبالتالي هذا الموضوع قد يؤخذ وفق القانون الموجود الحالي ووفق ما تضعه هذه الحكومات وهذه الأحزاب من مخرجات أو يعني تفريعات لقوانينها، محاولة لإيقاع من يخالفها بالرأي، من يعترض، من يقول لا، من يهاجم أو ينتقد، يدخل في إطار المعاقبات، وهو أيضا يندرج ضمن فقرة الجرائم المعلوماتية التي حاولوا إقرار هذا القانون مرارا وتكرارا للسيطرة على من يعبر
عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا من العراقيين. أبو علي من أبو غريب تفضل. تفضل حياك الله. السلام عليكم، الله يحفظك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا أبو علي من نقليم أبو غريب، الله يحفظك. أهلا وسهلا. الله يخليك يطول عمرك. الله يسلمك. الله يخليك. هي الحريات على قولة أبو المثل قبل يعني إذا واحد يحكي له حكاية بسرعة يأخذونه. نعم. أيوة نفس الحالة رجعت. نعم. نفس الحكاية حكي على فلان ولا علان يعني ما تعرف وجودك وتظهر. نعم. أي هي أبو علي أبو علي اللجنة اللي دا تشكلها الحكومة مجلس القضاء الأعلى أو لجان موجودة. هدفها مثل ما يقولون رصد التجاوزات ومحاولة منعها. طيب من الذي أضر بالأخلاق العامة وبالقيم والمبادئ الموجودة في العراق اللي تربت عليها أجيال؟ من اللي حاول تفتيت هذا المجتمع ونشر الأفكار الهدامة ومحاولة تدمير أجيال، عقول أجيال من شباب العراق؟ من الذي فعل هذه الأمور طيلة هذه السنوات؟ مو هي هاي الحكومة اللي جت سما المصطفى الكاظمي جاي تسوي نفس قبل يعني مثلا وزير إذا تحكي على أي شغلة يعني مثل يعني ما تغير شيء بالحريات ما تغير شيء بالحريات يعني مثلا الحسين عليه السلام يعني كانت مثل صدام هم يروحون ويسوون عكيل يعني بس هذا مو الموضوع هذا مو الموضوع ابو علي احنا ما بدنا نحكي على هاي النقطه حتى لا نبتعد احنا بدنا نقول بانه دا يقولون انه هاي اللجنه سترصد المخالفات الاخلاقيه اللي تمس الدين اللي تمس الاخلاق والمجتمع. طيب ماذا عن المفاسد الموجوده اليوم بالعراق على الارض؟ النوادي القمار وبيوت الدعارة والمخدرات والمسكرات وغيرها من هذه الأمور اللي تفسد الشباب والعقول وتنشر وتضر طبعا بالدين وتنشر أفكار هدامة. هذه الموجودة اليوم على الأرض ليش تاركيها؟ ليش تاركتها هذه الأحزاب؟ ليش مجلس القضاء الأعلى ما يطبق القانون بالشكل الصحيح؟ القضاء الأعلى ما يقدر يغير أي شيء. ليش؟ أي نفس قبل ونفس هسه. نفس قبل ونفس هسه الأفعال يعني. يعني قبل يعني مال قمار وما أدري شنو نفسها. ما يقدرون عليها من أنا والله. طيب. أنا أشكرك. وإحنا هنا بالإقليم الحمد لله والشكر. أيه. الله يحفظك. شكرا يا أبو علي من أبو غريب، أنا أشكرك. طبعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا ما حدث أو بين اللجنة الحكومية الجديدة التي ستشكل لرصد ما أسمته بالمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي وبين قانون حرية التعبير الذي تسعى قوى متنفذة إلى تمريره اللي هو قانون الجرائم المعلوماتية. قال ناشطون إن المشكلة لا تكمن في طبيعة العقوبات لكن تكمن في مهنية اللجنة التي ستحدد ما يعتبرونها مخالفات وتصنيفاتها، وأكدوا أن قرار سلطة القضاء اتخذ غطاء بتشكيل اللجنة وربطها بما أسماها بالمخالفات الأخلاقية والخادشة للحياة، وهذا ليس إلا واجهة لحقيقة عمل اللجنة التي ستعمل على متابعة المنشورات السياسية التي تؤثر على الشارع وتنبهه على حجم فساد الأحزاب والقوى المتنفذة في البلاد. قانون الجرائم المعلوماتية التي سعت جهات كثيرة إلى إقراره في البرلمان ونوقش في مرات عديدة هو يراه كثيرون بأن هذا الموضوع الجديد لجنة متابعة المخالفات ورصدها ما هي إلا شكل جديد لقانون الجرائم المعلوماتية لتسعى الأحزاب إلى تطبيقه لتكميم الأفواه في مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا القنوات الفضائية. عندنا أبو غالي من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ عزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. والله يا أستاذي أنت ما خليت الواحد كلام. تفضل. دام فضلك. والله هو المسألة مثل ما تفضلت، هي الأحزاب مستفيدة من هذا بيوت الدعارة والشغلات هذه. نعم. فالمستفيدين منه لا يمكن يمنعونه.
أما كلام المواطن إذا يفضحهم أكيد ما يستفيدون منه، يريدون يسدون حلقه. نعم. هسا كثير من المسؤولين، ما أقول لك كلهم، وإنما كثير من المسؤولين إذا واحد يريد منه شغلة، نعم، لازم يروح يدور عشيقته وين تكون. نعم. ومن خلال عشيقته يمكن يأثر عليه. طيب خلي استفيد من حضرتك، فلوس والتعامل معاه. استفيد من وجود حضرتك واستغلك حتى تنطينا رايك بالموضوع بشكل او من زاويه اخرى. ذول الموجودين اليوم اللي دا تشكل اللجنه او تشكلت اللجنه وهم موجودين ضمنها، اللي هي جهاز الامن الوطني، خليه الاعلام الامني، الاعلام والاتصالات، نقابه الصحفيين ونقابه الفنانين، هذه الجهات من الضامن انه هي ستكون شفافه ونزيهه بموضوع المتابعه والتدقيق والحرص على رصد المخالفات بشكل صحيح؟ من اللي يقول انه هاي الجهات ما راح تجير لاغراض سياسيه وتقوم برصد مثل ما قالوا ناس كل من يعبر عن رايه بقضايا سياسيه تهاجم اشخاص او جهات في العراق؟ منو قال انه هاي راح تعمل بشكل شفاف؟ هم يسالون عن خدش الحياه العامه والمدري شنو، هم يسالون عن مصالحهم والشغله معروفه ما يحتاج. وحتى اللجنة اللي شكلوها أم تابع لهم هذه. نعم يا يعني أخي والله ما يعني هو هذا الكلام. الناس اليوم ده تقول أنه هذه اللجنة المشكلة هي أصلا مشكوك بمصداقيتها، نظرا لأنها عليها علامات استفهام كثيرة، من ينتمون إليها متحزبين، هؤلاء عليهم ربما شبهات فساد. من الضامن أنه هذه ستكون لجنة فعلا للتقويم؟ هم ضامنينهم لأنفسهم مو للشعب، هم ضامنينهم لأنفسهم. نعم. هم هي شغلة معروفة ومضمونة. طيب. ما يحتاج والله. أشكرك يا أبو غالي من صلاح الدين، شكرا لك. أبو علي من قضاء المدائن، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا محييكم وحيي الإذاعة الكريمة المجاهدة البطلة. الله يسلمك يبارك بيك. صوت الحق، صوت العراق، صوت المظلومين. الحمد لله. تفضل يا أبو علي. الله يخليك استاذ العزيز. يا اللجنة ليش لجنة نفسها يراد لها واحد يخلي لجنة عليها؟ يا لجنة ليحسون، يعني هم مو يقولون ديمقراطية مالكم الحرية؟ نعم. بس الدفتر يعني يجي عن مواطني عبر عن رأيه وعن يجي يحاسبونه والدعارة حشسته والحرامية والقتلة بالشارع العربي. نعم. يا لجنة بس الدفن يعني الصح يسوون غلط والغلط أخي تعبنا الله يخليكم والله تعبنا، يعني نطلب من الله يخلصنا من هاي الذمة اللي الله جاء. برايك يا أبو علي، سيد أبو علي، برأيك شنو الهدف الحقيقي إذا عندك رأي بهذا الموضوع أو توقعاتك إنه يكون الهدف الحقيقي من وراء تشكيل هذه اللجنة في هذا التوقيت قبل الانتخابات؟ رحم الله ألف رحمة على تيسر رضعتي، ألف رحمة على والديك. الله يسلمك أخوي العزيز، يعني يقول لك خليني أبوك ولا في الإعلان. نعم. خليني ابوك، خليني اكتب، خليني حذب، خليني احرق العراق، اشتعل امه وابو العراق. يعني اهدأ شوي يا ابو علي، انا اشكرك ابو علي من قضاء المدائن، شكرا جزيلا ابو علي. نتفهم الانفعال، لكن يعني نحاول نحتفظ برباطة الجيش، لانه بالنهاية العراق هو البلد الحاضن للعراقيين ابناء الشرفاء الوطنيين، وطبعا من شوهوا صورة العراق هم هؤلاء الذين يسعون اليوم بهذه الشعارات الرنانة والكتابات والخطب أن يروجوا لأنفسهم بأنهم أصحاب الفضيلة، والذين يسعون إلى تصفية هذا البلد من يشوهون صورته ومن يعكسون الأفكار السلبية والمنافية للأخلاق والدين في العراق. لكن نسأل، من الذي أوصل العراق اليوم إلى هذه المستويات من الانحطاط في بعض المناطق وبعض الفئات من المجتمع؟ انحطاطات فكرية أخلاقية، من الذي قام بالترويج للمفاسق التي نراها اليوم في العراق؟ من الذي شوه صورة الدين في العراق اليوم طيلة 18 عاما من حكم أحزاب تقول أنها أحزاب إسلامية دينية؟ أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين.
حياك الله محمد هاي سالم احترامين. الله يسلمك، اهلا وسهلا. تشكيل لجنة الجرائم المعلوماتية ما يسموها بير زيدان، اي خلي يعالجون جرائمهم هم الحكومة والميليشيات العلنية. ده يتابعون الاشارات الفيسبوكية ما يسمونها. احنا مثل ما اقول احنا بلد الشرق وما يدعون نفسهم حساب وتأسلمه. نعم. يجي شكو البتاويين الى فندي يجي بالطوائل على طريقة وغلاف جاي مسؤولين جاي تروح بها ما يحسن مع مادة عارة. إذا المعمل جالس هو بالتنمية ما زودت كلفت ساعة ساعتين. هذا الموضوع أخي محمد هذا يضحكون عليه في التهم. يعني هذا مو حلول. أنت شوف يا فايق زيدان هذا شوف أكو بس موضوع محمد مهم إنه مع الموضوع كورونا. أي. حفظكم وحفظ الأمة يستلم من هذا الوباء. تقبل الله يا محمد هاي الأعداد الجاية كل الأرقام هاي جزئية لو تشي يصير. محمد اليوم الناس فيها وباء وما يروحوا ليه إرادة يومية ما صارت 350,000 زيادة بالمستشفيات. نعم. الدولة ما حسب هذا الشيء ولا مهتمة بهذا الموضوع. فهذا من يجيب مصرف هنا بالمستشفى يظل جاي طش الوباءات هذه. هذا يا فايق زيدان. سيد أبو ياسين يرى كثيرون. نعم. أبو ياسين يرى كثيرون أن هذه المحاولة بتشكيل لجنة لرصد المخالفات في مواقع التواصل ما هي إلا وجه آخر لقانون الجرائم المعلوماتية اللي تسعى أحزاب السلطة لتمريره وإقراره منذ فترة طويلة. يعني كل من يتحدث وينتقد السياسة أو القائمين عليها في العراق أو الأحزاب الدينية أو شخصيات بعينها يتعرض لعقوبة ومساءلة قانونية. هذا ما تسعى إليه السلطة. هل تؤيد هذا الطرح أنه هذا وجه آخر لقانون الجرائم المعلوماتية؟ وجه نظر محمد أنا اسمح لي أرجوك. قال شوف هم كمشوا ناس على هذا الموضوع ولكن اكو جرائم ارهابيه ما يكمشونها هاي الاتصالات ما يسمونها. بس انا عمك يحسبني احترم كلامي انا موبايل صرصور ما يقدر يسجلون يودون للسماء لكن هاي الفتحه اللي جاي تنشر هاي جاي يلزمونهم. فانا اطلب من الاخوه الوطنيين صرصور موبايل صرصور اقصد ما حد يكمشكم لا فرز ولا غزل وخلينا نطلع كل فضايحهم. هذول فاضيين يكسبون اصواتنا ما يمدون صوت وطني يطلع. طيب يعني سؤال اخر يا ابو ياسين، هل تحتاج هاي الحكومه الى اقرار قانون لمتابعه المخالفات مثل ما يسموها وهم بين فتره وفتره يتعرض ناشط في العراق في اي محافظه عراقيه وتعرض كثيرون الى حملات اعتقال الى اعتداءات الى اغتيالات لنشرهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتعبيرهم عن ارائهم؟ يعني هل تحتاج هذه الحكومة أصلا إلى إقرار قانون وهي بالفعل تطبق هذه السياسات بأبشع صورها على العراقيين؟ محمد الجريمة مال الاغتيال إيهاب الوزني هذا مسبق بالاتصالات والقاضي يقول لم تتم الأدلة. نعم. هذا موضوع هم جرائمهم اللي موضوعها علنا اللي قام يقتل ويجرم صورة واضحة وما حد يجيبها. بس نعم. هذا يدون على الناس الوطنيين يسكتونهم ينهون التظاهر يدون يظلون مهيمنين على هذا الشعب ما يفكارهم. هذا هم فساد. طيب. المجتمع كله أجدهم هم القضاء والمعممين. تحياتي عزيزي محمد. شكرا جزيلا سيد أبو ياسين من ديالى. طبعا عندما حاولت أحزاب السلطة إقرار قانون الجرائم المعلوماتية في العراق خرجت منظمة Human Rights Watch بتقرير قالت فيه أن هذا المشروع مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي يدرسه البرلمان ويحاول إقراره بمثابة أداة السلطة لقمع المعارضين. طبعا نشرت المنظمة الحقوقية على موقعها في وقتها وقالت إن مشروع قانون الجرائم التقنية المعلوماتية يتعارض مع القانون الدولي ويمكن استخدامه لخنق حرية التعبير التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق. أضافت أيضا المنظمة Human Rights Watch أن مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطة الحكومية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية. صيغة مختلفة لنفس الموضوع، محاولة جديدة لإقرار هذا القانون ولكن بشكل مختلف بعض الشيء لكي يعني يبينون للرأي العام أن الموضوع لا علاقة له بقانون الجرائم المعلوماتية. من الضامن أن هذه الجهات الحكومية الموجودة اليوم في العراق ستكون نزيهة وعادلة
في محاولة رصد المخالفات والتجاوزات الأخلاقية أو الدينية الموجودة في مواقع التواصل. من الضامن أن هذه الجهات المشكلة للجنة لن تكون متحزبة ولن تميل إلى قرارات الأحزاب التي تملي عليها ما تفعل وتقوم برصد من يعترض أو ينتقد الوضع القائم السياسي والاقتصادي والأمني الموجود في العراق؟ معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا والشعب العراق والأمة الإسلامية باستشهاد الإمام الحسين أبا الأحرار السائر ضد منظومة الفساد والفاسدين. أستاذ محمد، أتذكرك مقولة أو قول رائع للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الفكر الفكر ما يتحارب أستاذ محمد إذا كان الفكر بناء. إحنا صح يعني ضد الأفكار الهدامة، الأفكار اللي مخلة بالشرف، يعني هم يعني هسه القانون مالتهم أو يردون يعرضونه على البرلمان، يعني الواجهة شوفها كل ما بيها شيء. لأنه صراحة يا أستاذ محمد مرات يعني من تدخل على المواقع التواصل الاجتماعي شوف يعني كلام بذيء، يعني من المفروض ينقال أو ينحكي. سيد عبد الرزاق، كلام حضرتك كلام حضرتك صحيح وسليم، لكن بس الفكره اللي اريد اسال حضرتك بها انه نعم الكلام صحيح ومواقع التواصل الاجتماعي مليئه بكل هذه المخالفات والتجاوزات، وهناك من يشوه صوره الشباب العراقي وبنات العراق في مواقع التواصل، لكن الواقع الموجود اليوم في العراق على الارض الذي يعيش فيه هؤلاء الشباب نفسهم اللي يخرجون يتجاوزون في مواقع التواصل، كيف هو واقع الحال؟ من الذي أوصل العراقيين طيلة هذه السنوات إلى بعضهم إلى هذا الانحدار الأخلاقي؟ نعم أستاذ محمد، أنا جايك. يعني إحنا خوفنا شنو؟ خوفنا يعني لأنهم إذا قرروا هذا القانون الواجهة مالته تكون شكل والبطانة مالته شكل آخر، لأنه بعدين راحوا يحاربون لك اي شخص، ها حتى لو كان الكلام مالته يعني نقد بناء يتحارب. يعني مثلا شلون باشو عقبة انت لما تشوف سياسي او برلماني يتصرف تصرف سيء وغير اخلاقي انت تنتقده بهذا الحالة بهذا القانون، شكلك احنا قرينا قانون، فراح يحاسبون هذا الشخص، هو هذا اللي احنا متخوفين من عده. طيب. يعني هسه أبسط شيء أستاذ محمد، إحنا اليوم نعيش أيام عشرة محرم. شوف يعني مقتدى الصدر يوم يعني يساوي نفسه بالإمام الحسين سلام الله على أبو عبد الله الحسين، يقولون السياسيين أو هم يعني يقولوا يا ليتنا كنا معكم وهم يحارب هم مع الفساد. زين. وأكو لها مقولة مكملة حتى لا أدخل بالتحليل هذا الكلام، يقول: من سمع داعية الإصلاح ولم يسمع به كبه الله في النار. يا أخي أدري لعد هو الفاسد منه، أنا بس أريد أفهم. يا أخي يعني أدري الفاسد أني يعني ما أعرف يعني زين، إذا أنت بالحكومة وأنت يعني الوزارات والسفارات يعني كلها انت بايدك وانت اللي نفسيتك في يوم يعني حكيته قلت ما اجى رئيس وزراء اذا ما انا دعمته، زين يا اخي العد منه الفاسد. طيب انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق من بابل، اكتفي وياك بهذا القدر. خلينا نسمع اراء بقيه المشاركين. عندنا ام علي من بغداد تعطينا رايها في هذا الموضوع. ام علي تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك أخي؟ الله يسلمك. أم علي نص صوت التلفزيون لو سمحتي. نعم. اسمعيني من التليفون فقط. أنا أريد أدي برأيي إن موضوع حرية الإعلام. نعم. العراق ما بي أي حرية، يعني اللي يقول كلمة كل نقطة سوداء. يعني إحنا نقول مثل بالعامية. قولها أكبر منبوذ. نعم. وهسه كل هالعالم
هي كلها ارتشاء ومصالح ويسوي عمله بما يرضى الله. نعم. من اللي وصل العراقيين إلى هذه المستويات أنه نشر فكرة الرشاوة، نشر فكرة الفساد، نشر الأفكار المخلة بالأخلاق والآداب والدين من الاحتلال لغاية اليوم؟ كل هاي السبب الظروف اللي احنا بيها سببها الاحتلال من 2003 إلى هذه اللحظة. العراق ما مر بشيء صحيح وأيام خير، كلها سببها الاحتلال وما تعاقبها من دول العملاء اللي جمعوا على ظهره. شلون لعد نفس هذه الجهات تخرج اليوم تحاول تقول للعراقيين أنه أنا اليوم جاية أنظف وسائل الإعلام ومواقع التواصل من ما تنشره من أفكار مخلة وبالأخلاق طبعا وبالدين وبالأعراف، إذا هم مثل ما تقولين هم اللي نشروا هذه الأخلاق، إذن هل الهدف وراء هذه اللجنة هدف حقيقي أنه هي تريد تطهر المواقع هذه من المخلات، أم أن هناك أغراض أخرى برأيك؟ لا أخي، هذا كله بس إعلام، ماكو أي شيء كل هاي بس على مود مصالحهم. أيام الانتخابات وصاروا يدورون الدفاتر القديمة على مود مصلحتهم، تقول إن الأفضل، هذا كله يسموه إعلام على مود الانتخابات. إعلام مظل ومزيف، والفقير هو اللي واقع، وقطيع هم اللي سووا من الظاهرة من هذا وقع بيها الفقرة. إن شاء الله القادم أفضل. شكرا جزيلا أم علي من بغداد، أشكرك للمشاركة. عندنا منذر من بغداد، تفضل يا منذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بصام الإمام الحسين. نعم تفضل. أستاذ العزيز، اليوم نريد نحكي عن موضوع اللي هو موضوع بسماية. موضوع بسماية طبعا، بس مو موضوعنا اليوم هذا. اي طبعا، هو يحكي عن الفساد. طيب يعني ناخذ يعني جانب منه، ناخذ جانب منه حتى تنطيني رايك بموضوعنا اليوم. تمام تفضل. احنا بالنسبه عفنا يعني مناطقنا او عفنا كل الاوضاع، يعني تفتقر للخدمات. وجينا لهذا المجمع السكني، لان هذا المجمع السكني كل الخدمات فيه، ووعدونا انه كل الخدمات تتوفر بهذا الشيء. طيب. جينا على سبيل راحتنا وسبيل راحة أولادنا وأطفالنا، وكتعليم زين وكدراسة زينة وكمناطق وكهرباء وخدمات. نعم. فهسه إحنا حاليا جاي نفتقر لهذا الشيء. ايه؟ نفتقر للخدمات، جاي ترجع للأسوأ. نفتقر وعدونا إنه الطريق يربط ببغداد. إحنا جاي نتأذى حتى نطلع للدوام مالتنا يوميا. ناخذ لنا ساعتين بس بالطريق والازدحامات. نعم. بالطريق. وعدونا كل هاي يعني الوعود، ولحد الآن ما حد وفى بوعده. يعني حاليا مجمع بس ما جاي للأسوأ. ليش؟ احنا طينا دم قلبنا، احنا طينا فلوس، احنا طينا بسبيل حتى نلقى راحتنا. ليش هيك؟ يعني ما حد ناسينا، ما حد جاي مفكر بينا. يعني ما اعرف، للأسوأ. بالعكس، هاي المجمعات السكنية لازم تفتقي. هسه اول شيء هذا المجمع صار بالعراق يعني كرقم واحد مثلا نقول، لان احنا البناء العمودي قليل عندنا بالعراق. طيب. فيعني لازم هذا الشيء يصير نموذج حتى يشجع الناس انه تسكن بهيش اماكن. الحكومه خلي طيب ماشي، انا سمعتك بهذا الجزء سيد منذر، خلينا ناخذ من حضرتك وقت شويه على الجزء الخاص بحلقتنا اليوم، ونربطه ايضا باللي تفضلت به. الحكومه اللي تعيش العراقيين في اوهام، اللي تبني هذا البلد على الكذب، على التزوير، على الفساد، على مبدأ الرشوة، على مبدأ السلاح والفوضى، هذه الحكومة يحق لها أن تتحدث اليوم عن الأخلاق، عن القيم، عن الدين، وهي لم تطبق أي منها على أرض الواقع؟ هل هذه الحكومة أصلا جديرة أنه هي تحاول أن تصحح المواقف الأخلاقيات، وهي اللي تسيء للدين والأخلاق والأعراف موجودة في العراق؟ والله يا أستاذ العزيز، أنا شغلة واحدة أريد أقول لك فيها، هي هاي أساس هذا الشيء اللي نقضي على هذا الشيء. بشغلة واحدة نقضي على الفساد والمفسدين، لازم ندور عليهم واحد واحد. نعم. بالدوائر الدولة. نعم. طبعا لأن مثل ما يعني إحنا كنا نعرف العراقيين، إنه دوائر الدولة حاليا ودوائرها
يعني أبسط معاملة مثلا تروح للمرور تروح لأي شيء يعني إلا تتعرقل تتعرقل نعم. يعني يتعبونك يعني إحنا جايين نتعب بهذا الشيء جايين نعاني يعني طيب. ما جاي مثل ما تقول جاي يعني يلبون آراء المواطنين نعم. ف وصلت فكرتك يا سيد منذر أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة السيدة أم وعد من الموصل تفضل يا أم وعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك أستاذ محمود أهلا وسهلا حياك الله والله أنا 24 متابع قناتكم وأشكركم نتشرف والله 24 إحنا مجابلينكم عفوا العام على المعتقلين يا أخويا نعم يا منو عندك بالمعتقل يا موعد؟ والله عندي مهند اثنين عندي اثنين صار لهم ايش قد؟ والله يا صار لهم ايش قد معتقلين؟ والله 5 سنين وما عندهم كل شيء والله العظيم شنو تهمهم يا موعد؟ كتبوهم 4 ارهاب وهم متورطين بهذا الشيء؟ ما متورطين اخوي مخبر سري شاهد ماكو مشتكي ماكو يا اخوي عجل شلون هيجي شنو تتوقعين شنو السبب اللي اخذوهم على موده؟ اخذوهم والله هيك ما نعرف عداوات شخصيه منو الجهه يا ام وعد اللي اخذتهم؟ والله يا اخوي تطوقت المحله واخذت يعني جيش شرطه ميليشيات حشد منو؟ عظيم يا اخوي سياره واحده جت طيب وفلا جوني شلون ام وعد شلون حكموهم هم حكموهم لو بعد لا بعد هم محكومين في مواليد 2001 نعم 15 ما اعرف والله ما اعرف يعني محكومين يعني محكومين وريد دحق انا طلعت وراق هم المحامي طلع الوراق لا ولا عندهم وثيقه ولا كل شيء نعم سيدة أم وعد أنا أشكر حضرتك ونتمنى صوتك يوصل شكرا جزيلا لك للمشاركة أشكرك سيدة أم وعد القضاء الذي يحاسب بناء على معلومات انتزعت بالإكراه اعترافات تحت التعذيب أو بسبب وشاية مخبر سري أو بسبب عداوات شخصية مثل ما تفضلت سيدة أم وعد ويؤخذ هذا الشاب أو الشخص العراقي ويعتقل وفق مادة 4 إرهاب وهو لا ذنب له ولا أي صلة له بهذا الموضوع كيف لهذا القضاء أن يعتد بقراراته وبما يصدره تجاه هذه القضايا قضية التدقيق والملاحظة ورصد المخالفات وغيرها من قضايا أخرى هل هذا القضاء جدير أصلا أنه يعني يصدر هذه الاعترافات ويعتد بها أو يصدر هذه القرارات ويعتد بها هل هذا القضاء مهيأ وهو متهم بالفساد من قبل الأمم المتحدة وبعد ذلك كل المنظمات الدولية أنه قضاء فاسد فيه قضاة مرتشون فاشلون فاسدون هل يمكن أن يثق أحد أو يعتد بهذه القرارات التي يصدرها هذا القضاء أو هذه المؤسسة القضائية بشكل عام أبو ياسين من بغداد تفضل أشكرك لك أخوي على قناة رافدين الله يسلمك حياك أخي يعني أولا هي اللجنة اللي راح يشكلوها هي 100% من الحكومة والأحزاب نعم زين أنتوا إذا سيدون الشعب ما يحكي عليكم انتوا اشتغلوا عدل صار 18 سنة شنو اللي سويتوا للبلد نعم. هجمتوا العراق هجم وتريدون يعني فوق الضم فوق ما سلشتوا العراق وقتلتوا شعبه نعم. تريدون لازم الشعب يسكت يعني هاي شغلة باطلة هاي اخي هذه الدولتين خبخوها هي بيها فايدة للعراق وسكان العراق نعم. يعني العراق جاي تقوده 100 حكومة ما تقدرون تصنعون ذرة من الامن والاستقرار بس أخي واضح أنه هذه المجموعة حافظين على العراق وشعب الوطني فقط نعم. وليس خدامهم اللي يتبع الأحزاب يعني عجيبة أنتوا هسه جاي تحكمون الآن يعني هم اللي هسه اللي جاي يحكمون هم نفسيتهم اللي كاتبوا الخميني بالحرب علينا سيد أبو ياسين يقول عندنا خلى خدمك بس أسأل حضرتك أحد المشاركين يقول ذولا نفسهم اللي اليوم دا يريدون يحاربون الفساد هم نفسهم اللي يطلعون علينا بالخطب والمواعظ الخطب الدينية وجلساتهم وكذا وبالمنابر يدعون العراقيين لمحاربة الفساد والقضاء على المفسدين لعد إذا هم كلهم شرفاء وكلهم وطنيين من اللي دا يفسد عندنا بالعراق
أخي أخي هي اللي كل إنسان ترى لسانه ما يثبت واللي تثبت أفعاله. أنت من إعمامة إلى خاب، أي إثبات منهم هو إثبات وطني، اللي ثبت لهم هي أفعالهم. ناس فاردين أخي، ناس قلت لك هم اللي من سنة السبعينات لحد هسه طبقوا ويا إيران ضدنا، طبقوا ويا بوش بالتسعين ضدنا، وهاي الحرب مال 2003 توسلوا بأمريكا بس يدخلون على مود هم ناس جوعانين، ناس مقادة حصر عليهم السترة على مود يحتلون البلد. هاي شوف البلد هاي أفعالهم، يعني هم جاوا للعراق كان أمن وأحسن بلد بالأمة العربية هو كان العراق. يقولون كان طاغية، لا والله هاي مو أنا أقول، أهل الجنوب أولا يروحون فدوة القندرة صدام حسين. طيب. لأن رجل كان وطني. سيد أبو ياسين أنا أشكر حضرتك، وانتهى وقت البرنامج طبعا أعتذر منك. لم تقدم هذه الحكومات كما يرى الكثيرون أي شيء للعراقيين سوى المفاسد الجرائم والانتهاكات، وهي التي أوصلت العراقيين إلى هذا المستوى. بعض العراقيين للأسف انحدر المستوى الأخلاقي والاجتماعي لديهم، والعادات والتقاليد اختفت تماما من عقولهم وأذهانهم نتيجة ما أدخلته هذه الأحزاب وهذه الحكومات طيلة 18 عاما من مفاسد أوصلت فئة من المجتمع العراقي إلى هذا المستوى من الانحدار. لكن الغالبية على وعي تام بحقائق الأمور، ووصلوا إلى مرحلة أنهم لم يعودوا يتأثروا بما تحاول هذه الأحزاب أن توصلهم إليه، وبالتالي اليوم التوجه هو انتقاد هذه السلطة، أحزابها، السياسات التي تقوم بفعلها، وهي سياسات كلها قمعية وفاشلة. ويرى كثيرون أن هذه الخطوة هي بالنهاية لمحاولة تكميم الأفواه وتقييد الحريات في العراق. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.